تأجير فندق نينوى الدولي لإحدى الشركات لفترة 150 سنة. الحقيقة ما 150، 144، أكو 6 سنين زايدة. يا الله، ولكن نعتذر منكم، نعتذر، زيدناكم 6 سنوات. 6 سنوات إذا تسمح لي حتى أوضح لك. يا عم وضح لنا. ها الحقيقة هذا كان في عام 2003، كان في عام 2003 وهو موضوع كارثي وعقد جائر، وإحنا وهم بالمحاكم كسبنا القضية قبل فترة. المفروض كان اليوم نكتسب الدرجة القطعية، ولكن صار طعن بالقرار، لأن وإن شاء الله إحنا كاسبين القرار، وإحنا رافضي، وأهل الموصل بشكل عام رافضي، والقضاة الكل رافضي، لأن عقد جائر جدا، يعني صار تحت يعني أوامر الاحتلال. وقولوا إلى يوم القيامة. لا لا لا، صار تحت أوامر 150 سنة، بس إذا عدلين ميتين. أوامر الاحتلال يعني كانت هكذا، صار ضغوط على من كان مسؤول في هيئة السياحة آنذاك، قبل 20 سنة، قبل 21 أو 22 سنة بالضبط من الآن، ما كانت الأمور هي، وفعلا هو كارثي. أسهل شماعة هي شماعة الاحتلال، وبعدين إحنا نكتشف أنه العيب فينا، والمشاكل هي من داخل البعض الذي أدار مؤسسات الدولة في فترات سابقة. نعم. واستغل الضعف الدولة الأمني أو السياسي. كلامك دقيق جدا، ولكن أذكر لك فد شيء، وأنا الآن على الهواء وكثير الآن يراقبونا. أنا تبحرت في هذا المسؤول وسألت كثير، حقيقة سألت كثيرين، ليش صار هالشكل؟ فقيل وقيل للتضعيف. أيه. فقيل أنه هدد أحد القيادات الأمريكية أنه إذا ما تم تأجيره لهذه الشركة راح أبيعه بدولار. يعني وتعرف دائما الـ يعني المحتل متعسف.